عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية ستجلب معها حدثاً يحدث مرة واحدة كل جيل، وذلك بحسب ما أكدته وكالة CNN الأمريكية نقلاً عن دائرة الأرصاد الجوية الوطنية. هذا في وقت حذرت خدمة الطقس الأمريكية من رياح تهدد حياة الملايين. إلى ذلك أكدت إدارة الطيران الاتحادية أن العاصفة الشتوية تسببت في هبوب عاصفة ثلجية بالغرب الأوسط مع توقع اضطرابات كبيرة في السفر في شيكاغو وديترويت ومينيابوليس سانت بول، بينما حذرت دلتا إيرلاينز التي ألغت 140 رحلة يوم الخميس من أصل 4400 رحلة و90 رحلة يوم الجمعة وفقاً لموقع فلاي أوير من أن حالة إلغاء إضافية ستكون ضرورية يوم الجمعة مع استمرار تأثير العاصفة على العمليات في ديترويت والشمال الشرقي. في السياق عينه ألغت شركة طيران أمريكية أكثر من 4400 رحلة جوية كانت مقررة يومي الخميس والجمعة وفقاً لموقع فلايت أوير لتتبع حركة الطائرات، بينما ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية رحلات عشرات القطارات خلال عيد الميلاد مما يربك خطط عشرة الألاف للسفر لقضاء العطل. كما كان لولاية ميشيغان نصيب من إلغاء الرحلات، حيث قالت شركة أمتراك للتنقلات أنها ألغت عشرات من رحلات القطارات في غرب الأوسط خلال عيد الميلاد بسبب الطقس، منها رحلات في ميشيغان وإلينوي وميزوري وأخرى في نيويورك وشيكاغو. بدوره حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن السكان من تأثيرات العاصفة، حيث طلب من المواطنين أخذ هذه العاصفة على محمل الجد، مشجعاً الجميع على الاستماع إلى التحذيرات على المستوى المحلي واصفاً الوضع بالخطير. يأتي ذلك في وقت أعلنت ولايات أمريكية عدة حالة الطوارئ من بينها أوكلاهوما وكنتاكي، فيما ستنخفض الحرارة بشدة وصولاً إلى تكساس في جنوب البلاد، حيث ستتأثر مناطق الغرب الأوسط والبحيرات العظمى خصوصاً في نهاية هذا الأسبوع مع ظهور عواصف ثلجية.